انا بهنئ جمهور واعضاء النادي الاهلي على مرور 111 سنه على تاسيس النادي، وانا ليا الشرف ان اكون موجود في قلعه النادي الاهلي طبعا نادي القرن، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد جمهورنا واعضاء النادي ومصر كلها، ودايما من نجاح لنجاح طبعا النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره اللي جايه.